أهلا بكم مشاهدينا. يقول الله في محكم تنزيله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. إذن النفير مشاهدينا، ومنذ بداية معركة طوفان الأقصى وأهل غزة يستنفروننا، وطلب منا مباشرة من قبل الملثم أن يا أهل الأردن يا كابوس الاحتلال انفروا. النفير العام، النفير هو استنفار الناس من أجل مواجهة العدو. هذا على الصعيد المادي، النفير ممكن يكون بالقتال مباشرة، النفير بالمال، النفير بالنفس. أما معنى جميل جدا وهو النفير النفسي، هذا معنى يعني يستحق أن نتحدث فيه ونستضيف صاحبة هذا المعنى الجميل التي ستحدثنا اليوم، وهي ضيفتنا الدكتورة علياء العظم، مؤسسة نظرية العمران في القرآن ومهندسة ومدربة في مجال هندسة الشخصية. اليوم بدها تهندس لنا نفسيتنا الدكتورة. أهلا وسهلا. أهلا بك دعاء. حياك الله وبيتك إن شاء الله عامر، بيتكم عامر دائما، وبيوت وأوطاننا، وإن شاء الله قريبا تعمر غزة ببيوت الصابرين الصامدين المنتصرين. آمين يا رب إن شاء الله. آمين. يعني النفير النفسي في ظل طوفان الأقصى، يعني سمعنا عن الصلابة النفسية، سمعنا عن ممكن يكون في أمراض نفسية ممكن، لكن نفير نفسي شيء جميل ومعنى بشجع الواحد يسمع حول هالموضوع. تفضلي دكتور. تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، بداية لماذا النفير النفسي ومن أين جاء هذا المصطلح؟ نعم، خلينا نعيش أحداث يعني أحداث طوفان الأقصى وما تركته من آثار فينا. نحن اليوم في عبارة تتكرر بين الناس إنه نحن قبل الطوفان غير بعد الطوفان. صح. إيش اللي صار بالناس؟ تغيرت قناعات، تغيرت معتقدات، تغيرت انفعالات، تغيرت تصورات، استراتيجيات، رؤية، سلوكيات. تمام، سلوكيات. نعم، الأصل إنها يعني تنعكس كل هذه على السلوكيات. نعم. ولكن هذا التغيير الذي حدث في داخلنا حدث بقوة وعنف في يعني مختلف فئات المجتمع. صحيح. كبار وصغار، شباب. صحيح. وأطفال، نساء ورجال، حدث هذا الموضوع. فإذا هناك تغيير حدث، هذا التغيير هو تغيير نفسي اللي صار، يعني فكري وعقائدي وشعوري ووجداني. إذا وجد من يحتويه ويوجهه يعني نتأمل خيرا فيما سيأتي من يعني أوقات مقبلة بإذن الله تعالى. وإلا فإنه ما بنعرف هذا التغيير النفسي إلى أين يسير. هل يسير حتى مثلا يتلاشى يذبل لا سمح الله، أو أنه يسير حتى أنه في مسارات غير المطلوبة أو مسارات متفرقة غير مترابطة. هذا كله يقودنا إلى مفهوم النفير النفسي. نعم، إذا كان مفهوم النفير النفسي دكتورة يعني بداية كتير جميلة، وشجعتنا نعرف شو يعني النفير النفسي لحتى نقدر هذا الشيء اللي اكتسبناه وهذا المفهوم اللي صار في داخلنا نقدر نرعاه ولا نخسره بعد أن اكتسبنا من خلال ما جرى في غزة هذا النفير. فما هو النفير النفسي؟ تمام، بداية خلينا نحكي عن النفير بشكل عام. نعم. طبعا النفير زي ما تفضلتي حضرتك يعني هو مصطلح قرآني. نعم. كلمة نفير يعني هي مأخوذة من عدة مشتقة، يعني القرآن الكريم ورد فيه النفير بمشتقات مختلفة، منها أفعال فانفروا، أفعال أمر، فيها منها اسم نفيرة، أكثر نفيرة. نعم. ومنها مثلا طبعا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. نعم. ليتفقهوا في الدين. فإذا النفير جاء بعدة مصطلحات وكلها تدل يعني أو بعدة مشتقات بالأحرى أو بالأصح، وكلها تدل على الحركة الفاعلة. نعم. المؤثرة. جميل. في القرآن الكريم ورد النفير العملي، ولكن هذا النفير العملي طبعا له عدة مجالات حسب ما ورد في القرآن الكريم، منها مجالات النفرة من أجل العلم، منها النفرة في كافة مجالات الحياة. نعم. انفروا خفافا وثقالا، منها النفرة الفردية والنفرة الجمعية مثل فانفروا ثبات أو ينفروا جميعا. نعم. فإذا النفرة يعني هي الحركة الفاعلة المؤثرة في
مجالات كثيرة. بعد السكون دكتورة، هي هو الأصل النفرة يعني في اللغة ابتعد عن شيء، ابتعاد شيئين عن بعضهم. وفي الاستعمار القرآني هي الحركة الفاعلة، الانتقال من حالة إلى حالة. جميل. من حالة الجهل إلى حالة العلم، من حالة السكون إلى حالة الحركة والعمل. نعم. والإنتاج، من حالة مثلا الركون والضعف، الركون والضعف إلى القوة دكتورة خطرت في بالي آية يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. إذن هي فعلا للانتقال من السكون والتثاقل إلى والتفاقل الأرض إلى الحركة الفاعلة. نعم تمام. فإذا حسب ما يعني تبين لنا بهيك بعجالة في جولة بآيات القرآن الكريم حول النفير، أنه حركة عملية فاعلة وترتبط بالقيام، غالبا ترتبط بالقيام. نعم. احنا عندنا في مصطلحات القرآن وفي معادلات صناعة الإنسان معادلات القيام والنفرة، نهوض. تمام. نعم. الآن النفير العملي هذا لا يمكن أن يتم إلا إذا كان قبله نفير نفسي. جميل. النفير النفسي هو ذلك تلك الحالة الداخلية، الحالة نقول من الغليان أو من الاندفاع نحو أو بإرادة واعية يعني حتى تحقق غرضنا. نعم. حتى نقول كمان إرادة واعية وعازمة لتحقيق غرضنا. غرضنا. نعم. هذا هو النفير النفسي، وهذا النفير هو الذي يعني ينتج فعلا حضاريا، ينتج فعلا علميا، ينتج فعلا إنسانيا، سواء يعني كان في كل المجالات الحياة. فلذلك نحن اليوم لما صارت عنا هي الحالة، إذا تم توجيهها لحتى تصير نفير نفسي، فنحن نتوقع أنه حالتنا الاجتماعية والعملية والفكرية تكون بحالة أفضل بكثير من الوضع الراهن، وأيضا تخرجنا من حالة العجز اللي كتير في ناس حسوا فيها. صحيح. وتخرجنا من حالة الحزن اللي احنا بنشوفها ومنتألم منها كل يوم. يعني هي دكتورة نقول انها هي مرحلة اعداد نفسي من أجل الإعداد الأكبر أو التحضير للمواجهة. يعني لو إحنا حكينا إنه حضرتك تفضلتي وقلتي كلمة إرادة، مجموع المشاهد ومجموع ما جرى، مشاهد العزة والمقاومة والمواجهة والاشتباكات واليد العليا للمقاومة، مشاهد الإنسانية ومشاهد الدماء والأشلاء، الرسائل القوية التي توجه من خلال صمودهم وثباتهم، كلها جعلت عنا إرادة داخلية ما يسمى بالنفير النفسي. الأصل أنها تتصل إلى النفير النفسي، هي. نعم. صارت الموجود عندنا حالات نفسية متفرقة. نعم. لكن لو وجهت صح، لو وجهت إلى ما يسمى النفير النفسي الفاعل والمنجز. يا سلام، جميل جدا. طيب شو أهمية النفير النفسي ووين بدنا نستثمر فيه؟ في أي بنك بدنا نحط النفير النفسي؟ تمام، حتى نفهم هذا المعنى خلينا نروح شوي للطوفان ونشوف هم شو عملوا. نعم. هلأ الحالة اللي صارت في 7 أكتوبر شفناها نحن حركة فاعلة، شفنا نفير فاعل وعملي، ولكن هذا النفير العملي لم يكن موجودا لو لم يكن يسبقه نفير نفسي. ونفير نفسي قبل سنوات، قبل سنوات إعداد يمكن من الطفولة اللي احنا شفناهم بهذا العمر الشاب ونفذوا ما نفذوه، ومن يومها إلى اليوم، اليوم احنا قديش 111. نعم. 111 إلى اليوم وإحنا منشوف آثار النفير النفسي اللي صحيح. عندهم. صحيح. عند المجاهدين من جهة وعند الأهالي من جهة، رغم صحيح. الظروف الصعبة اللي هم بيمروا فيها. صحيح. فإذا هم تم إعدادهم إعدادا نفسيا حتى فعلا صار عندهم النفير النفسي، هذا الاندفاع الإرادي الواعي العازم لمواجهة أقوى قوى العالم. نعم. وبأعتى المعدات والتكنولوجيا والوحشية إن جاز التعبير. نعم. يعني والحصار وطبعا يعني كل هذه الأمور سواء كان من جهة المجاهدين أو من جهة الأهالي، فإذا لو ما هم كان عندهم هذا النفير النفسي العالي لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. نعم. إذا النفير النفسي عند أهلنا في غزة
ترجم من خلال سلوك وأثمر عن سلوك جهادي مقاوم صمود منقطع النظير ثبات تضحيات رسائل توجه للعالم من خلال كل ذلك الذي سبقه نفير نفسي. أصبح عندنا الآن هذا النفير يحتاج إلى رعاية. نعم. لكي يثمر ما الذي يريد أن يعني ما الذي نريده أن يثمر هذا. تمام. النفير طبعا نحن النفير النفسي الآن المفروض أو المتوقع أو المأمول أنه يكون في جهات فردية أو مؤسسية ترعى هذه الحالة. نعم. اللي نعم. أصبحت منتشرة في المجتمع. نعم. حتى لا تتبخر تستثمر ولا... بطريقة نعم. الأمثل. كيف ممكن أنها يعني تكون من هالأشياء هاي موضوع الإيمان. نعم. أول درجة من درجات استثمار واحتواء هذا هاي الحالة النفسية لنقلها إلى النفير النفسي هو الإيمان. نعم. خلينا نرجع للجيل الأول اللي أخذ نعم. اللي تلقى الإيمان. جميل. من مصدر الإيمان. جميل. كيف هم صار عندهم صحابة يعني لما بيحكوا العلماء أو يعني حسب كتب التاريخ والمفكرين اللي درسوا هذا الموضوع بيقولوا يعني ما كان سهل على الإنسان اللي كان في مكة إنه ينتقل من مكة ويهاجر يترك المال ويترك الأهل ويترك يعني الذكريات وكل الحياة اللي كانت فيها لو ما نقلوا هذا النفير النفسي وخلاه يهاجر إلى مكان آخر حتى يبني بناء جديدا بناء عقديا بناء حضاريا نحكي. نعم. هم انتقلوا من الغفلة إلى الوعي، انتقلوا من اللهو عالم اللهو اللي كان موجود إلى عالم الجد وعالم الأهداف وعالم. نعم. المقاصد، انتقلوا من عالم الراحة والسكون إلى عالم النشاط والتعب والشغل والإنجاز ومواجهة أقوى قوى العالم بذلك الوقت. نعم. وبفترة قصيرة. بفترة قصيرة يعني فترة النفسي لم يأخذ كثير من الوقت يعني. نعم يعني نسبيا للدعوة كان الإعداد النفسي هو الأطول من الإعداد العملي. نعم. يعني أصلا إحنا طبعا بالمرحلة المدنية كنا منشوف إيش منشوف منشوف غزوات منشوف حركة. نعم. ولكن كان قبلها الإعداد النفسي اللي رب النفير النفسي في مكة وصلهم إلى هذه الحالة. نعم. ونأخذ مثال مثلا ربعي بن عامر كيف يقدر يواجه رستم اللي هو يعني عظيم الفرس. نعم. يواجهه ويقول له ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم. ولنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كيف يستطيع أن يقول هذه الكلمات لولا ذلك الغليان الداخلي. صحيح. ذلك الاندفاع الداخلي. صحيح. الوعي الداخلي القوة الداخلية لكلها هاي منسميها النفير. نعم. النفسي. جميل جدا. يعني وأنت تذكرين الصحابي ربعي بن عامر وقد خاطبه رستم يا رويعي الغنم، يعني هو ماخذ فكرة إنه هؤلاء رعاة غنم ناس بسيطين ما عندهم هالقوة النفسية اللي تخليهم يقفوا أمام هؤلاء اللي كانوا باعتبار عظماء يعني، ومع ذلك لأن الحق في نفوسهم وعندهم نفير وعندهم استعداد واجهوا كل ذلك. تمام. طيب يعني دكتورة جميل جدا أن نضرب الأمثلة من عصر الصحابة، ونحن كثيرا ما نسمع إنه هؤلاء الذين يخوضون الآن معركة الأمة في غزة. نعم صحيح. هم يعني أصبحوا في نظرنا كالصحابة وأعادوا. نعم. لنا كثير. نعم. من شخصيات الصحابة. نعم. فبالتالي هنا تشابه الإعداد وتشابه هذا النفير وهذا الإيمان فأفرز ذات الشخصيات وذات النماذج. يعني جميل جدا. ننتقل لمحور حول النفير النفسي وتوجيهه في شباب الأمة، وفي إحنا بنشوف الشباب في الشوارع في الفعاليات كلهم حماس وبدهم فعلا جهة تستوعبهم لهذه الطاقة تذهب عن جد في مكانها الصحيح حتى تقدر تستفيد من هالأمة. فكيف نقدر نترجم ذلك من خلال إنه إحنا نستثمر طاقات هؤلاء الشباب اللي صار عندهم نفير نفسي؟ تمام. وعندنا في بيوتنا والله يا دكتورة أولادنا بقولولنا مشان الله في كل ما يعني. نعم صحيح في كل مجال في كل مكان. هلأ بداية أنا بحب إلك إنه هذا المصطلح يعني هو لم يأخذ حقه في الدراسات كثيرا،
ولكن اللي درسه كثير هو مفكر تونسي اسمه عبد المجيد النجار. نعم. في عنده سلسلة اسمها الشهود الحضاري، يعني أنا أدعو المشاهدين المهتمين بالقراءة والفكر أنهم يطلعوا على سلسلة الشهود الحضاري للمفكر عبد المجيد النجار. جميل. هو يقول أنه النفير النفسي يعني ممكن أنه ينتشر في المجتمع عند كافة فئات المجتمع، لا يشترط أن يكون هناك يعني درجة علمية عالية عندهم. نعم. هاي حالة نفسية بيعيشوها، هو غير مرتبط لا بالثقافة ولا بالعلم. نعم. ولا ب... تمام. ولكن من يوجه هذا النفير النفسي؟ أصحاب النفير الفكري. تمام. فالأصل أنه هناك يكون في نخبة يتمثل النفير الفكري ويرسموا الاستراتيجيات والخطط حتى يستوعبوا الأطفال في الأسر، الأطفال في المدارس، ضمن مخيمات، ضمن دورات، في المناهج المدرسية، في النشاطات اللامنهجية. يعني نحن بمرحلة هذا الفعل أنه المطلوب حتى نستوعب الأجيال الصغيرة أنها تعيش بنفير نفسي، يصلوا لمرحلة يكون عندهم ذلك النفير الذي يؤهلهم للنفير العملي. جميل. طبعا وهذا لا يعني أنه الكبار ما عندهم يعني فرصة بهذا الموضوع، أيضا عندهم، ولكن أيضا هناك مطلوب من المسؤولين عن الموضوع. نعم. الدعاة، المفكرين، العلماء، المدربين، القادة، التربويين، إنهم يعني يستوعبوا هذا الموضوع كما جميل. حصل في غزة أصلا. جميل. غزة كانت كلها نشاطات. صحيح. على مختلف المجالات. صحيح. فالأصل نحن فعلا أنه نكون منخطط لهذا الموضوع لحتى نستوعب الحالة النفسية اللي صارت عند الناس حتى تتوجه التوجه. جميل. الصحيح. ونحن لأنه معركتنا ما انتهت، هي جولة إن شاء الله. صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه تكون جولة يعني تنتهي بنصر عظيم يا أكثر رب. مما نتوقع يا رب. وأنه معركتنا لكن مستمرة ونحن شركاء فيها بأمر من الله سبحانه وتعالى، وتبدأ يبدأ الإعداد بالنفير النفسي. جميل جدا. يعني إحنا عم بيخبرني المخرج انتهى الوقت، والحديث معك جميل جدا يا دكتورة، عن جد أمتعتينا وهيك سلطت الضوء على معاني جدا رائعة يمكن بنحس فيها بس ما بنقدر نحط لها المصطلح المناسب. أكيد ما ختمتي به كلامك ورسالتك للمفكرين والدعاء أن يستثمروا الآن والأرض خصبة وجاهزة. رائع. لكي يبذروا بذارهم وتنتج إن شاء الله وتنبت جيل النصر والتحرير الذي سيساهم أكيد في معركة النصر. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر دكتورة علياء العظم على هذه المعاني الجميلة وهذا الحوار الرائع، وأنت ضيفتنا الدكتورة مؤسسة نظرية العمران في القرآن ومهندسة ومدربة في مجال هندسة الشخصية، هندستين لنفسيتنا اليوم. الله يكرمكم. شكرا. شكرا لإتاحة هذه الفرصة حتى نوصل هذه المعاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تلقى الأرض الخصبة التي تنبت فيها. اللهم آمين يا رب. كل الشكر لك دكتورة علياء العظم. إذن مشاهدينا سننتقل مباشرة إلى الفعاليات التضامنية بعد فاصل قصير، وحتى تكونوا إن شاء الله نفيركم النفسي كمان اترجموا لنفير باتجاه الفعاليات حتى نرفع صوتنا ودائما نوصل رسالتنا وإسنادنا ومؤازرتنا لأهلنا في غزة. فاصل قصير وسنعود.